الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد مشاهدينا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنه وقفنا في لقائنا السابق عند حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها من صحيح الامام مسلم ابن الحجاج قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه اي في الصلاه بالحمد لله رب العالمين بالحمد هكذا بالرفع على سبيل الحكايه لا شك ان هذا الحديث وان كانت الدلاله الظاهره من قولها كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين الظاهر أنه كان يبدأ أو يفتتح قراءة الفاتحة بغير بسملة هذا هو الظاهر ولكن جمعا بين الأدلة أقول لا يجوز لنا أن نترك القطعية عملا بالظني فالدلالة هنا ظنية وذلك لاحتمال وجه اخر نستطيع ان نوجه الحديث من خلاله اولا القطعي من القران يثبت وهذه دلاله صريحه يثبت ان الفاتحه او سوره الفاتحه او ام الكتاب سبع ايات ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم بالاجماع بل باتفاق الامه كلها على ان المراد بالسبع المثاني الفاتحه هي سبع ايات بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نجده في ترقيم المصحف فنجد بعد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين نجد في الترقيم اثنين اي ان البسمله معدوده من ايات الفاتحه معدودة اي هي الايه الاولى في الفاتحة الحمد لله رب العالمين او بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ايه خلافا لمن اعتبروا الوقوف عند قوله صراط الذين انعمت عليهم اعتبروا هذه راس ايه وهذا لا يتفق أولا مع الفواصل أو مع الفاصلة نلاحظ أن الفاتحة كل آية مختومة بنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا حتى من حيث الجرس من حيث الجرس موافقة الفاصلة من حيث الجرس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم باعتبار ان قوله غير المغضوب عليهم صفه للذين انعم عليهم وليس الحديث هنا عن المنعم عليهم والمغضوب عليهم ليس الحديث عن المنعم عليهم كفريق والمغضوب عليهم كفريق لا بل قوله غير المغضوب عليهم صفه للذين انعم عليهم فلا يجوز الفصل لا يجوز الفصل إذا البسملة معدودة من آيات الفاتحة بل أقول الذي يرشح هذا أيضا ويقويه ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بين أظهرنا أو النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان بين أظهرهم أي كان جالسا بينهم فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما رفع رأسه متبسما فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة إذا افتتح أي فيما أنزل عليه البسملة اول سورة الكوثر فيما أنزل عليه لأن الحديث يقول ثم قرأ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إذا البسمله آية من الكوثر وبالتالي هي آية من كل سورة ولو لم تكن آية من كل سورة لما كانت هناك حكمة في حذفها أو عدم وجودها في أول سورة براءة سورة التوبة أنها مفتتحة بغير بسمله هذا مما يؤكد مما يؤكد انها آية من كل سورة وإن لم يكن ذلك في ترقيم المصحف لكن بالنسبة للفاتحة البسملة معدودة من السورة بسم الله الرحمن الرحيم آية فإذا لا حكمة في ألا يأتي الإنسان بها لا حكمة بل أقول الراجح وهذا مذهب امامنا الشافعي رحمه الله تعالى انها ايه من الفاتحه ولا شك ان الاخذ بالاحوط في هذه الامور اولى من العمل بما هو ظني للخروج من الخلاف بل اقول ليتاكد الانسان او ليكون الانسان مطمئنا لصحه صلاته لانها اذا قطعنا بانها ايه من الفاتحه فمن قراها بغير او من قرا الفاتحه بغير بسملة فهناك قول بعدم صحه الصلاه بعدم صحه الصلاه وذلك لان الفاتحه ركن ركن في الصلاه هذا فيما اراه جمعا بين هذا الحديث وبين القطعي من القران ولا شك ان تغليب القطعي على الظني امر معلوم بالضروره أمر معلوم بالضرورة أي ما ينبغي للإنسان أن يغلب الظنية أو أن يترك القطعية عملا بالظني بل لابد أن يرجح وأن يعمل بالقطعية بعد الفاصل سنواصل <applause> فإن قيل وما الحكمة؟ في أن تقول ام المؤمنين عائشه كان يفتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين مع ان هذا معلوم اقول ايضا ومن المعلوم انه كان يفتتح الصلاه بالتكبير فما الحكمه في ذلك افتتاح الصلاه بالتكبير امر معلوم ف وهذا العلم لم ينتهي الينا او لم يصلنا الا من طريق الروايات او من طريق ما ورد من الاحاديث سواء الحديث أو السنة القولية أو الفعلية فهي تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي فعله فإذا ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير إلا من طريق هذه الروايات وما عرفنا أنه كان يقرأ بأم الكتاب قبل أي سورة من السور يعني ما كان يفتتح قراءته بسورة من السور أو بجزء من سورة بل كان يفتتح قراءته بالحمد اي بسوره الفاتحه بسوره الحمد كما نقول قرا فلان بالحمد لله رب العالمين اي قرا الفاتحه وليس المقصود انه قراها بغير بسمله هذا هو المعلوم فان قيل لقد ورد في صحيح مسلم ايضا آه وذلك حديث قدسي يقول سبحانه قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حميدا يا عبدي قد يقول قائل إن الحديث هنا لم يذكر البسملة أقول لم يذكر البسملة لأنها ليست موضع قسمة بين العبد وربه القسمة تبدأ من, من أول الحمد القسمة تبدأ ولا يلزم من ذلك أبدا أن القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة بغير بسملة أو من غير أن يجهر بالبسملة فلا بد اذا وأع... وارى انه ليس من الحكمه ليس من الحكمه عند من يقرا البسمله سرا، ليس من الحكمه ان ان يسر بها ثم يجهر ببقية السوره، ما الحكمه؟ ما الحكمه؟ لا ارى حكمه في ذلك ابدا ان يخفت الانسان او ان ان يسر الانسان بالبسمله ثم يجهر بسائر الفاتحه، لا ارى في ذلك حكمه بل لا بد كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسمله في سوره الكوثر فيما مضى من حديث انس بن مالك. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر. ثم قالت عائشه وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه اذا ركع لم يشخص بصره ولم يصوبه يعني لا يرفع راسه هكذا في حاله الركوع انما يكون نظره الى موضع السجود او الى ظاهر القدمين لم يكن يشخص اذا ركع لم يكن يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك اي كان وسطا بين ذلك وسطا بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما نحن اليوم نرى عجله في اداء الصلاه من بعض الناس. يعني بعض الناس قد يعجل وخصوصا اذا كان ماموما او اذا كان ياتم بامام. نرى بعض الناس لا ينتظر حتى يستوي الامام قائما او حتى يهبط الى السجود فانه يعاجل الامام يعاجله او يبادره بالهبوط من اجل السجود قبل ان يحني الامام ظهره هذا مخالف للسنه يعني ما ينبغي ان يسبق الامام في اي فعل او في اي حركه من حركات الصلاه انما جعل الامام ليؤتم به هذا نص الحديث انما جعل الامام ليؤتم به والائتمام معناه ان تكون حركتك او فعلك مواليا لفعل الامام اي ان يكون فعلك من بعد فعله وليس مساويا له في الزمن او في الاداء، يعني ما ينبغي اذا ركع ان تركع في الوقت الذي يركع وانما لابد ان تنتظر حتى يستوي راكعا، وكذلك اذا هبط الى السجود كما كما ورد في الحديث انه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحني ظهره من اجل السجود إلا إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا وهذا شرط من شروط الصحة الاطمئنان الاطمئنان ما ينبغي أن يعجل الإنسان وما الحكمة في عجلة الإنسان وهو مؤتم أي مرتبط في أدائه بأداء الإمام أنت مرتبط في أدائك بأداء الإمام يبقى ما الحكمة في أن تسبقه هل تستطيع ان تخرج او ان تسلم قبل تسليمه؟ اذا انت لن تستطيع ان تتم الصلاه الا باتمامه. كذلك في كل ركن من هذه الاركان اذا ركع فاركعوا اذا رفع فارفعوا اذا سجد فاسجدوا وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الصلاه بل كان مسرعا او كان متعجلا فيها فقد جاء في الصحيح ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما السلام عليك يا رسول قال يا وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي وهنا لم يقل ارجع فاعد صلاتك لو قال اعد تبقى الصلاه معدوده آه ولكنه قال فانك لم تصلي اي ان الصلاه فقدت شرطا فقدت شرطا من شروط الصحه والعلماء استنبطوا أو أخذوا من هذا الحديث القاعدة التي تقول المفقود شرعا كالمفقود حسا أي إذا كانت الصلاة فقدت شرعا يبقى كالمفقود حسا بمعنى أنه كأنه لم يؤدها لم يؤدها فالأرجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فأعاد الصلاة لكن بنفس الكيفية سنكمل بعد هذا الفصل فالاطمئنان اذا مطلوب من الامام والمنفرد والمؤتم الماموم الاطمئنان في الصلاه في الاداء مطلوب من الامام ومن المنفرد الذي يصلي لنفسه وكذلك من ايه الماموم الذي يأتم بامامه لا بد ان يطمئن كل منهم منهم في الاداء وخصوصا عند الانتقال من ركن الى ركن من القيام الى الركوع من الركوع الى الرفع من الرفع الى السجود من السجود الى الجلوس وهكذا وهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم للرجل حيث اعاد الصلاه ثلاث مرات ثلاث مرات يعيدها ولكن بنفس الهيئه او على نفس الصفه وفي الاخر قال له يا رسول الله علمني لا احسن غير هذا علمني قال اذا قمت الى الصلاه فكبر فذكر له التكبير ثم اقرا ما تيسر معك من القران باعتبار أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه كان يفتتح الصلاة بعد التكبير أو يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال له ما تيسر أي بعد الفاتحة أي بعد سورة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، إذا الاطمئنان شرط هنا شرط لا اقول شرط في كمال الصلاه بل هو شرط في صحه الصلاه لان الانسان اذا ادى الصلاه بغير هذه الكيفيه او بغير اطمئنان بطلت صلاته الارجح اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما اي حتى يعتدل ويقيم صلبه وينتظر هنيه ينتظر قليلا حتى يرفع من خلفه رؤوسهم وحتى يستووا قائمين فإذا اطمأن في قيامه او اعتداله من الركوع هبط او نزل ساجدا وكان اذا رفع رأسه من السجده لم يسجد حتى يستوي جالسا ما يسجدش السجده الثانيه حتى يستوي جالسا ليطمئن او ليتأكد من ان من خلفه ممن يأتم به قد استوت استو في جلوسهم وكان يقول في كل ركعتين التحيه في كل ركعتين التحيه يعني الركعتين الاولين بعدين بيقول التحيه التشهد وبعدين في الـ في, الـ في الاخير بيقول التشهد وكان يفرش يفرش ويفرش لغتان صحيحتان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ده في الجلسة الأخيرة في الجلسة الأخيرة ينصب رجله اليسرى هنا هو وكان يفرش يفرش رجله اليسرى يفرشها يفرشها يعني بمعنى يضعها على الأرض هكذا ولا ينصبها هكذا لا ينصبه أي لا يقيمها على أطراف الأصابع إنما كان ينيمها هكذا وينصب الايه؟ ينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان ما هي عقبة الشيطان؟ ما يسمى بالإقعاء الإقعاء يعني يجلس على إليته الإنسان يجلس على إليته وينصب رجليه أو ساقيه أمامه هكذا ويضع كفيه وراء ظهره على الأرض هكذا يبقى قاعد على المقعدة بتاعته وناصب ساقيه قدامه, قدامه جلسة الإقعادي اللي تسمى عقبة الشيطان ويفرش ايديه خلف ظهره هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الجلسة ينهى عن هذه الجلسة ولكونها جلسة اليهود فكان ينهى عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع المراد بالسبع جمعا بين الروايات المراد بالسبع الكلب فالكلب يعد من السباع كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع فالكلب سبع افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم طبعا معروف يختم الصلاه بالتسليم وفي روايه ابن نمير عن ابي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان اللي هي المقصود بها عقبه الشيطان فيما مر او فيما مضى ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن ابيه قال رسول الله او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل مؤخرة هكذا ولا تقول مؤخرة او مؤخرة لان المؤخرة او المؤخرة هو ما اخرته انت أي أنه كان مقدما فأخرته لا يقال مؤخرة أو مؤخرة إنما يقال مؤخرة يعني آخر الرحل هناك فرق بين المؤخر شيء المؤخر يعني هو كان في وضع وإنت أخرته أي جعلته متأخرا إنما المؤخرة بمعنى آخر الرحل هكذا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل وإيه الرحل الرحل هو الذي يوضع على سنام الجمل، انتوا عارفين هناك زي كرسي كده اللي يجلس عليه زي بالنسبة للفرس يسمى إيه؟ سرج. بالنسبة للفرس يسمى سرج، وبالنسبة للجمل أو الناقة يسمى رحل، اللي بيوضع على سنام لكي يجلس عليه إيه؟ الراكب. قال فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، لا يبالي هنا على الحكاية ولذلك لم تأتي مجزومة. ما قالش ولا يبالي باللمب فقط بل قال ولا يبالي على الحكاية لأنها تمثل أو تكون في هذا الوضع حالا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته